انه اللي عم بيصير حاليا هو انفجار موازي. السينما عم تنفجر زي ما انفجر الشعب. فاعتقد انه وجود فيلم مثل فيلم صهايب باسم الباري ببرلين وياخذ جائزه وفيلم مروزين والمراه والكوره وكذا ودور المراه حاليا في الثوره السودانيه وفي في المجتمع حاليا في الحكومه صارت مختلفه. يمكن كل هذا كان تنبؤ انفجار موازي. حتى اعتقد فيلم 2020 كانت يمكن دعوه للانعتاق من هذا الصندوق المغلق. يعني السينما أحياناً بنعملها عشان نتغلب على مخاوفنا